بهدف دون مقابل. وذكر الشباب هو اللي فاز على الشباب النادي السمبرا في مقابل واحد. شباب الفتح البيضاوي يصاب على اثر ذلك لاعب فريق اولمبيك ريبكا. سلامات شكل اصابه خطيره. سلامات. اوه يا لامين النهايه نطلب ان شاء الله دعاء بطاقه حمراء لياسين البحيري. ماذا فعلت ياسين البحيري؟ سنتابع اللقطة. شوفوا اللقطة. ماذا هناك؟ ماذا حدث؟ لا للأسف إصابة خطر. طلبوا الله السلام والعافية للاعب فريق أولمبيك خريبكا. يعني التواء الكاحل بأكمله. إصابة خطيرة. طلبوا الله السلام والعافية. نتمنى إن شاء الله شوف كلهم الآن يتابعون يتفاعلون مع هذا اللقطة. أوه للأسف كنا نأمل أن تنتهي هذه المباراة. يفوز اللي يفوز وأن تنتهي بدون إصابات، لكن الإصابة يعني يظهر إصابة خطيرة لاعب فريق أولمبيك خريبكا. سلامات. نطلب السلام والعافية. ياسين البحيري ماذا فعلت ياسين البحيري؟ أمر طبيعي ما كانش مقصود، لكن التدخل بتلك الطريقة شوفوا وبين واضح كسر على مستوى الكاحل. واضح لقطة كامل يظهر منه التواء كامل دوران على مستوى الكاحل. والآن كل الجماهير واقفة الآن يعني تعيش على أعصابها. يعني في كرة القدم الأهمية سلامة اللاعب. ياسين البحيري الآن يتابع، ونعرفوا ياسين أخلاقه، ونعرفوا لاعب اللي يتميز بروح رياضية لكن التدخل كان مكلف. ياسين البحيري للأمانة وإصابة خطيرة للاعب فريق أولمبيك ريبادي. أمور اللي تحدث في كرة القدم، لكن لا نتمنى أن تحدث طبعا، لا نريد أن تحدث. شوف لاحظ حتى ياسين لا يريد أن يخرج لأنه وليس على البطاقة الحمراء، بل يريد أن يتابع حالة لاعب فريق أولمبيك ريبادي. من هو اللاعب؟ يعني نتمنى أن اللقطة ما نشوفهاش مرة أخرى. لا يعني مخرج لا نريد الإعادة، لأنه لقطة صراحة مؤسف. لقطة مؤسفة. إذا كان تعطوني اللاعب، من هو اللاعب؟ إذا حمزة ياسرير. أوه يا حمزة ياسرير. إذا إصابة خطيرة لحمزة ياسرير. وحسب ما تابعنا في اللقطة، نتمنى أن العائلة ما تخوفش. هذا واقع في كرة القدم. الحمد لله سي سعيد عافيتو، وإن شاء الله السلامة والعافية.